أحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم مقيم بالرياض يسأل الشيخ أيضا، يقول: التحسر على فوات مصلحة دنيوية أو ذهاب مال يعاني منه الكثير، هل يدل ذلك على ضعف إيمان وتسخطه؟ نعم، هذا يدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان يفعل الأسباب، فإذا لم يحصل له ما يريد فليعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله لو قدره له لحصل، فلا يسخط ولا يبني المصلحة، ربما أن المصلحة في عدم حصول ما يريده. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فلو أراد له هذا الشيء لأوجبه له، ولا يدري لعل الخيرة والخير له في عدم حصول ما يريد، وأن الخير فيما أراد وأن الخير في منعه منه وعدم حصوله، فيحول الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضائه وقدره. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت مكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم.